أهلا وسهلا بكم في قناة إلهام الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله سوف نتحدث عن درس من دروس اللغة العربية فرع النحو بعنوان أقسام الكلمات. أقسام الكلمة: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. الاسم هو الذي يدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر يدرك بالحواس أو بالعقل وليس الزمن جزءا منه، مثل محمد، عصفور، زهرة، جبل، صداقة. الفعل هو الذي يدل على حدوث شيء في زمن معين في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، مثل قرأ، يقرأ، اقرأ. الحرف هو الذي لا يفهم معناه إلا مع غيره من الكلمات ومهمته الربط بين الكلمات، مثل من، إلى، في، هل، لم، أو. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة.
ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.